السلام عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لكل متابع القناه وضعربي استرد السرغين الخوت وكنشكر الناس اللي كيتابعونا على القناه. تبارك الله يدير خير. غندوي لكم بهذا السلعه اخويا سي عبد الرحمن. شحال اولا؟ 27 و500. 27 و500 تبارك الله. 26 مشرى. 26 المشرى الخوت. 26 تبارك الله. الله يدير خير. شي حاجه مليحه طوب المليح المليح. الله يحفظك. تبارك الله. الله يدير خير. شي حاجه مليحه الخوت. شي حاجه مليحه. وكن تحيه لشي الخوت. تحيه لواحد الحبيب من مراكش. تحياتي لتيتو محمد تيتو من مراكش. تبارك الله. الله يدير خير. المشرى الخوت ثلاثه على 26 بحال 1300 درهم وعطاهم 27 بحال 1327. تبارك الله. الله يدير. شحال من راس خويا عبد الرحمن؟ 22 راس. تبارك الله. تبارك الله. شي حاجه زوينه الخوت كاليتي. تبارك الله. الله يدير خير. شي حاجه زوينه. تبارك الله. تبارك الله. شي حاجه الورد غير مبدريه وغير مقاسيه. تبارك الله. غير زوينه غير مغيه. تبارك الله. الخوت 22 راس شي حاجه مليحه. تبارك الله. تبارك الله. الله يدير خير. حاجه مليحه مقيه. الله يحفظك خويا السعيد. الله يعزك. الله ينورك. تبارك الله. الله يدير الخير. شي حاجه مليحه انتم الخوت. شي حاجه مليحه وشي حاجه نقيه. تبارك الله. الله يحفظك خويا عبد الرحمن. تبارك الله. تبارك الله. راه شي حاجه زوينه الخوت. تبارك الله. كاين نقا المشرى الخوت. فكركم المشرى ب 26000 على 1300 درهم وعطاو 27 عطاو 1000 ريال راس الخوت على 27000 على 1350 درهم. تبارك الله. سي عبد الرحمن الله يسهل عليك. الله يسهل عليك خويا. سي عامر كيداير بخير؟ سي خالد تحياتي لك. نعم السوق كيبان لي شويه خاوي. بركه بركه شويه الوقت كاين الزيتون وكاين الزيتون. ياك تبارك الله. انتم الخوت الله يدير الخير. شي حاجه الخوت راه مليحه. وهادو شحال اخويا خالد؟ 32 و40 المشرى. 32 و400 تبارك الله. الله يدير الخير. شي حاجه راه مليحه الخوت. تبارك الله. شي حاجه غايه بحال 2600 و200. تبارك الله. تبارك الله. شي حاجه الخوت مليحه. تبارك الله. الله يدير الخير. 32 و500 تبارك الله بحال 1625 درهم. تبارك الله. الحبوب اخويا خالد والو؟ لا والو. دي فوارو؟ والو. الله يحفظك خويا عامر. الله ينورك. تبارك الله عليك ودي عامر. نطلبوا فيهم شي 35 ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكون خير. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك ودي عامر. الله يحفظك. تبارك الله. تبارك الله. شي حاجه راه فقيه. تبارك الله. ما بغى يكذب. ما بغى يكذب. راه كاين المليح وكاين نقاو شي حاجه مليحه. تحيات البياض. تبارك الله عليك. شي حاجه راه مليحه وشي حاجه زوينه الخوت 32. ها قلنا هاري. تبارك الله. شي حاجه الخوت زوينه 32000 ريال و500 على 1625 درهم. تبارك الله. وقال لك كيطلب خويا هو 35. تبارك الله. تبارك الله. شي حاجه زوينه. تبارك الله. الحريفي راه كيمشي لها شطوه كل شارب كسوم كذا يوكل وغادي يتسنى. سي عامر زيد الجحا شويه زيد. الله يحفظك. وبغينا شي دعيوه. الله يسترك. الله يحفظك. لا ماشي انا. انا بغيت ندعي معنا. بغينا شي راويه ديال الشتا. الله يحفظك. الله يرحم فينا. امين. الله يرحم فينا. امين. نقول شوف الله تعالى كيدير اللي فيها الخير. اللي فيها الخير. احنا باغينا الزينه وين ربي راه كل حاجه فيها الخير. الله يحفظك ودي عامر. الله يعزك. تبارك الله عليك. خويا خالد الله يسهل عليك. طب الوقت يسير. الله يحفظك خويا البياض. الله يعزك. تبارك الله. الله يدير الخير. شي حاجه راه زوينه. البيض البلدي. اه البيض البلدي. البيض البلدي ما دياليش. السواك البلدي انا عادي شي اللي كنقول لنا. اه هي هادشي اللي عندي. البيض البلدي ديال مصطفى الله يسهل عليه. ديال مصطفى هو اللي مخرجها. ديال مصطفى وراه السوق اسيدي نديروه مالنا حنا. مالو وكاع الدراري راه كلشي كيبيعوا 20. انت كتبيعوا 20 ما كاينش راه السوق. انت كتشري راه السوق. اي واحد يشري راه السوق. الله يسهل على الجميع. هادشي اللي كان هو هذا. الله يعاونكم خويا. السلام عليكم. ايوا عندك واحد السي كمال. السلام عليكم. كي داير بخير؟ صحيحه مزيان. شحال دوزتي هذه؟ هذه مازال ما بعتهاش. عطيني 43 عطيني 43. تبارك الله. الله يدير الخير. شحال مخرب اخويا كمال؟ 10 تخرفان. تبارك الله. ايش اخويا الزينه شويه. تبارك الله. الله يدير الخير. شي حاجه الخوت مليحه. عاطينه 43 بلا 2150 درهم. تبارك الله. الله يدير الخير. كله 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 قويه كلها قويه. تبارك الله. الله يدير. خلي اطلع خلي اطلع شويه. خلي حز عوينك. حز خلي اطلع شويه. خلي بارك الله فيك. خلي اطلع. تبارك الله. شي حاجه الخوت نقيه. تبارك الله. الله يدير الخير. شي حاجه مليحه. 10 الخربان نقيين. تبارك الله.
حلقات لامور. شحال قلت لي بخويا الزين؟ فات باع باع. وبيتي بخمسين ألف. واش بعتي يقول بعت. ما بيعش عطيني 43 ألف. تبارك الله تم الخوط عاطينه 43 من 2150 درهم ومازال طالب فيها باقي كيطلب فيها هذاك الشيء عندك المليح اخويا كمان والله الا عندك المليح هما اللي كاينين في السوق اليوم في القلعه السوق راه خاوي الخوت سلعه قليله وشي حاجه راه مليحه مالك العوينه هانيه الله يعزك ليا تبارك الله عليك تحياتي للناس اللي معاك كاملين الله يعزك مرحبا مرحبا وراه غير مكزينه ومليحه وغير مديره والله الشرقي الخوت تبارك الله الله يدير الخير شي حاجه الخوت راه مليحه اصليه ونقاه قول النميره بغيت تقول قول مرحبا قول النميره 06 06 89 66 66 98 16 98 16 باقي عندك شي حاجه باقي خير موجود يبغى بحال هذه بركه وحده ولا عيطوا لي لا عادي الكمال الله يدير الخير شي حاجه مليحه وزينه اصلي خوك كمال الله يسهل عليك تبارك الله التيسير ولا عيط لي سير لي سير لي سير لي سير لي حدا العوينه هو واقف انتم هاد الخوت هاد الجوج هادو راه شارين واحد الحبيب من كازا تحياتي للسي هشام من هاد المنبر هادو هما ولاد عمامي هالاول ها الاخر خو راه تشوفهم تشوفهم تقول توام راه والله البارح سول عليكم وما صناكم هاد الشيء اللي عطى الله هو هذا الجوج هادو الخوت هذا راه ديتو مع ولد عمي هو الحلوه كان مشروكينو كان مشروكينو ب 30 عطيتهم 100 درهم بحال 32 وهذا راه ب 32 الخوت حتى هو تبارك الله الله يدير الخير عطاو فيه الرباح وما بغاش نبيعو عطاوني 50 درهم بغيت نبيعو انا بغيت نخليهم لعند الحبيب هادشي اللي كان هو هذا حيت تلاقم 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 يجيو انتم الخوت راه شي حاجه زوينه تبارك الله الله يدير الخير بحال لا 64000 3200 درهم تبارك الله الله يدير الخير شي حاجه راه زوينه وعندهم الدميعات والاخر عنده العين والكمامه تبارك الله راه زوينين انا وخويا هشام راني برعتك خروي فين راه زوين نقي تبارك الله الله يدير الخير هادشي اللي كاين هو هذا اش ما كان يكون الخير ان شاء الله والله يسهل على الجميع الخوت تبارك الله لا لا اي 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 مرحبا مرحبا اللي بغى شي حاجه بحال هذه مرحبا الخوت ها هما راه زوينين نقي الميره راه كنخليها تبارك الله راه زوينين القريبين ها هما شي حاجه راه مليحه الله يسهل على الجميع الخوت السلام عليكم سي احمد كي داير لاباس عليك هاني صايح مزيان الله يحفظك الله يكبر بيك شحال اخويا المشرى اخو سي احمد 36 تبارك الله الخوت تبارك الله الله يدير الخير 1800 درهم 1800 درهم تبارك الله شي حاجه زوينه الخوت كاين لعبوا بلا والو بس تبارك الله عليك الله يحفظك مشروك تا ود الونزدي تبارك الله راه شي حاجه زوينه الخوت ورا نقي هز اخويا هز تبارك الله شي حاجه الخوت نقيه نقيه شي حاجه الخوت مليحه تبارك الله شحال من راسهم ابو احمد؟ سته خرفان تبارك الله الخوت شي حاجه مليحه شي حاجه نقيه تبارك الله اللي بغى الغنم اللي تفصل للعيد بحال هذه الغنم مليحه الخوت غنم مليحه وغنم نقيه بالواحد غنم مليحه دفع خوش شرقي حشو دفع تبارك الله وشي حاجه راه مليحه تبارك الله والله يدير الخير شي حاجه نقيه الخوت راه نقيه سته خرفان ملاح تبارك الله وبس احمد شحال عطاكم ديال الرباح؟ عطاونا 100 درهم عطاوك 100 درهم انتم الخوت راه الحلال الخوت بنادم راه كيقلب على الحلال عطاوه 100 درهم تبارك الله الله يدير الخير شي حاجه راه مليحه الخوت خوت ورا السلعه شويه قليله اليوم في السوق السوق راه خاوي فرق شويه وبس احمد الله يسهل عليك الله يسهل عليك المحل عليكم خويا السلام عليكم احنا راداوين هو موسى السلام عليكم السلام اخويا السلام عليكم كيدير السموسه لاباس بخير واحد قال لي راه كتصور الوجوه هي كثير هذوك مول العربيه اللي كيشريو بالليل ويشريو الغلب مول الكساب راه كيمشيو بحالهم راه كنوصل لكم واحد المعلومه صافي شي اللي كنقول خويا شحال اخو السموسه هاد الجوج هذا كان عندك نهار الجمعه هذا راه عندنا في الدراري عايبيه واحد المربى خليه ليش؟ أيه؟ ولكن أنا مخليه أنا مخليه خاصو يصيفط لك الباي هاكا خاصو ضروري يصيفط لك باش يبقى شحال مشي قلنا لي الله يحفظك خو السموسة كلامك معقول اخويا الاخر ب 36 36 تبارك الله هذاك المليار الخوت راه 36 بحال 800 درهم وهذا الخوت راه 38 بحال 1900 درهم هذاك صغير شحال؟ هذا صغير 34 بحال 1500 درهم تبارك الله الله يدير الخير تبارك الله هذوك الجوج الصغار تا هما شحال؟ 38 هاد الجوج الخوت 900 درهم على 1900 درهم 1900 درهم 38 هادو صغير غادي كيطلع كاين واحد يا خوت تبارك الله الله يدير الخير الخوت تبارك الله شي حاجه مليحه غنم اسيليه وغنم مليحه وجيده خويا السموسه الله يسهل عليك الله يسهل عليك
طرق السلام بخير، تحياتي لك العمس. شحال خويا؟ ثلاثة. جوج اخوات ديالهم ب50000. جوج ب50000، 2500 درهم زيد. بعتيهم ب5000. 55000. تبارك الله، الله يدير الخير. على 2750 درهم هاد جوج الخوت. تبارك الله، الله يدير الخير. هاد جوج هاهم، هانتوما الخوت هذا وهذا، 55000. على 2750 درهم. 2750 درهم. تبارك الله، الله يدير الخير الخوت. وهذا الاخر هذا ديتو مع العام، ديتو 28 1400 درهم. تبارك الله، بعتيه تاهو، بعتيه ب 1500 على 1925 درهم. و25 درهم. تبارك الله، والله حظ خويا الشرقي. طرب الله يسهل عليك، الله يعزك، الله ينور خويا، الله يعزك، الله يكبر بك، الله يحفظك. السلام عليكم، تحياتي لك العمس، كي داير بخير؟ الثلاثة شحال اخويا؟ شحال؟ 31000 ريال. تبارك الله الخوت، الله يدير الخير. 31 على 1550 درهم. تبارك الله، الله يدير الخير. شي حاجة زوينة تبارك الله، نبارو معاهم، راهم نقيين. تبارك الله، ما كاين لا حبوب لا والو بالعرض، والو والو. العين تاعنا لك انا من داك الشيء. تبارك الله، الله يدير الخير. وعطوك فيهم شي حاجة، شي رباح شي؟ انا فيهم 1500. 1500، عطاو 75 درهم الخوت، عطاو 75 درهم. تبارك الله، الله يدير الخير. شي حاجة زوينة نقية. تبارك الله، الله يدير الخير. عدوا ثلاثة هادشي اللي كيدير، ها ثلاث خريبين نقيين صافي. تبارك الله بالعربي، هو تحياتي لي. تبارك الله، الله يدير خير. بالعربي، الله يسهل عليك. السلام عليكم سي عبد الرزاق، كي داير العمس؟ بخير صحيح، مزيان. شحال اخويا عبد الرزاق؟ 23.5. تبارك الله، الله يدير الخير الخوت. تبارك الله، على 1100 درهم 75. تبارك الله، الله يدير الخير. على 1150 درهم 25. تبارك الله، تبارك الله الخوت. تبارك الله، 23.500. تبارك الله الخوت، تبارك الله. شي حاجه مليحه، كاين الحبوب اللي وراك عبد الرزاق، دي فول زيطي عور قرطي طلع. تبارك الله عليك، الله ينورك. تبارك الله، زوينه الخوت. 23.500. تبارك الله، الله يدير الخير. شي حاجه مليحه الخوت، على 1100 درهم و75. تبارك الله، الله يدير الخير. 23.500. 500 هي ذكرناها، راه ضروري خلط الكره. تبارك الله، شحال مخرف موخو عبد الرزاق؟ جوج 8 خرفان. تبارك الله الخوت، تبارك الله، الله يدير الخير. هذا هو البيت الزوين الخوت اللي كيطلع في العيد. تبارك الله، الله يدير الخير. نبدا الجيش الشريف واحد الدقيقه، السوق جاي عيان شويه. هو كاين تما الكساب كيبيع وكيمشي، راه الكساب راه كيبيع وكيمشي. ايوا هادشي اللي عطا الله هو هذا السوق. انتم الخوت راه امين اخويا، الله يحفظك اخو عبد الرزاق، الله ينورك، الله يسهل عليك المعلم، الله يحفظ اخويا. السلام عليكم بالمختار، كي داير العمس؟ بخير هاني صحيح مزيان. شحال اخويا؟ 14500. تبارك الله، الله يدير الخير. شي حاجه زوينه الخوت. تبارك الله، شحال من خروفه؟ 17 خروفه الخوت، 17 عبور الخوت. شي حاجه راه مليحه اصليه وكان نقا. تبارك الله، تبارك الله، الله يدير الخير. وشي حاجه نقيه عند خويا عبد الصادق، عاد انت ديك الجليبه راه فين هي؟ راه مليحه 17 حوليه نقيه الخوت. تبارك الله، الله يدير الخير. شي حاجه مليحه، 14500 على 725 درهم. 725 درهم، شي حاجه راه مليحه نقيه. قاعده ديك راسك، قاعد لي راسك. تبارك الله، راه مليح. تبارك الله، راه مليح. وغنخليكم الميره ديالو الخوت، اللي بغاها يتصل بيه. الا ما باعش هنا بقات عنده، اللي بغاها يتصل بيه الخوت. راه عنده جوج جليبات، غندوزو تنسولو حتى الاخرى تاهي. تبارك الله، راه شي حاجه زوينه ومسرحه ونقيه. تبارك الله، الله يدير الخير. 17 حوليه بدريه، هذه بدريه وغلا مقاصريه مليحه. غندوزو الاخرى الخوت. تبارك الله. شحال الساعة صادق هذه تاهي؟ 16500 اللي كيقول ما عطيناش ليك، 16000 ريال. 16000 شي خدمه زوينه الخوت، وراه نقيه بالوحده. 16000 ريال. شحال من خروف اخو عبد الصادق؟ 22 خروفه، 22 خروفه الخوت، وراه مليحه، راه نقيه. تبارك الله، هذيك الرقيقه راه عرفت بلا 17. تبارك الله، الله يدير الخير. شي حاجه مليحه، شي حاجه راه نقيه الخوت، وراه نقيه بالوحده. وغلم راه يمكن ندير غلم المرقد اخويا، ولاد نما ديال هذا الخوت. تبارك الله، الله يدير الخير. 22 حوليه، 16000 على 800 درهم، 800 درهم الخوت. تبارك الله، اللي كيقول فيها برغل مزوينه وغلم نقيه بالوحده. تبارك الله، الله يدير الخير. لا الحبوب والو. تبارك الله عليك، الله يحفظك ودي عبد الصادق، الله ينورك.
تبارك الله الله يدير خير شي حاجه راه زوينه الخوت رجعوا عنده باش غايقول لك الميره ديالو سي عبد الصادق قول الميره على حسب جوج ليبات هذه وهذيك اللي بغاها بغى البدريه بعالي بغى هذه بعالي 06 03 67 49 21 الخوت النمره ديال سي عبد الصادق عنده جوج ليبات وحده فيها 17 وحده فيها 22 خروف تبارك الله الله يدير خير الله يسعدك خويا عبد الصادق الله يسعدك المرض خوت احنا دزنا الجوله درناها في السوق مشينا لرحبة النعجة الخوت سي عبد الله صباح النور تحياتي لك نعمس بخير شحال اخويا 42 تبارك الله الله يدير خير نعجة مليحة الخوت هذه والضرار كاين الضرار تبارك الله تبارك الله شي حاجة راه مليحة الخوت تبارك الله 42000 ريال على 2100 درهم شحال من نعجة هما هادو مزيان 8 النعاج الخوت تبارك الله كل مدافعات ياك خويا تبارك الله انتم الخوت راه كل مدافعات على ميلاد بالوحده غنخليكم النمره ديال خويا عبد الله اللي بغاهم يتصل به راه النعجات كلهم ضارات بالوحده تبارك الله الله يدير خير انتم راه غندوروا معاهم شي حاجه راه كلها ضاره تبارك الله انتم الخوت كل مدافعات بالوحده استنى اش دايره اخويا استنى اربعه مطلعه الجموع ثلاثه نيات خويا راه ست زياد الخوت تبارك الله الله يدير خير راه كلهم نعاج دافعات الخوت بالوحده عاد كازي خليهم غندور معاهم راسي فهمت باش ما يهربوش ليكم نعاج راه كلهم دافعات الخوت هانتوما اسمح لي اخويا هانتوما الخوت راه كاين دفوع تبارك الله الله يدير خير النعاج راه مدافعات تبارك الله راهم على ميلاد هانتوما الخوت هانتوما راه كلهم بدرعهم كلهم تبارك الله الله يدير خير شي حاجه راه مليحه الخوت غنخليكم النمره ديال خويا عبد الله اللي بغا يتصل به 8 النعاج راه ملاحات باعهم هنا الله يسخر ليه بقاو عنده اللي بغاهم يتفاهم معاه هو راه يجي ليهم ويديهم مولاهم ماشي اللي عطى الله هو هذا الخوت تبارك الله وراه كاين شي حاجه مليحه في القلعه الخوت الميره خويا عبد الله 06 68 17 77 31 الخوت الشيام غير النعاج راهم ملاحات وراهم دافعات على ميلاد تبارك الله الله يدير الخير هانتوما تبارك الله غير الكواش ديالهم كي دايرين تبارك الله راه شي حاجه مليحه وراه الثوب مليح وراس ديال النعجه مليح وباقا صغارات في السن كلهم باقا صغارات تبارك الله وراه كنجيب لكم عاد الناس اللي معروفين ما كنبغيش نمشيو عاد الناس اللي ما معروفينش الخوت تبارك الله انتم الخوت راه شي حاجه راه مليحه تبارك الله تبارك الله وراه نعاج وافيه كاع الخوت كاع تبارك الله انتم الخوت شي حاجه راه وافيه تبارك الله صافي عطلق تبارك الله عليك لاحظ خويا عبد الله شي حاجه راه مليحه تبارك الله انا راه خليت لكم الخوت اللي بغاهم يتصل به الله يسهل عليكم المعلم الله يسهل عليك خوت كي داير رضوان السلام عليكم سير رضوان السلام تحياتي لك نعمس كي داير خويا لا خليه تو دو معايا نتايا شحال خويا رضوان المشره ديالهم 90000 تبارك الله 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 يدير الخير الخوت 90000 ريال واش والدات اخويا خروفة وخروف هالخروف والخوت هالخروفة تبارك الله الله يدير الخير على 4500 درهم ودارت على اولاد دارت على اولاد تبارك الله الله يدير الخير استنى خويا رضوان استاتيه وحده طالعه وحده استاتيه وحده جامعه تبارك الله انتم الخوت شي حاجه راه نقعه ونعاج راه ملاحات اصيليات عاد مدمعات الخوت راه مشيو راه بحال فيهم المواصفات ديال نانوك الخوت تبارك الله وراه فيهم الطانك ديال الجمعيه انتم الخوت الطانك راه ديال الجمعيه تبارك الله الله يدير الخير لا هذه هذه هي ديال الجمعيه هي تبارك الله تبارك الله شي حاجه مليحه 4500 درهم تبارك الله وخروفه والده خروف وخروفه تبارك الله والله يسعدك خويا رضوان طب الله يسعدك خويا سي عبد العالي تحياتي لك نعمس شحال اخويا؟ اخويا 70000 اجر في السن يلا طلع جمول سداسي تبارك الله الله يدير الخير خوت راه حاولين مليح وجيد تبارك الله هو فيهم مقطر شي حاجه مليحه تبارك الله الله يدير الخير 3500 درهم اللي عطاه الخوت تبارك الله شو تبارك الله الحولي قداش تبارك الله نعم فشاه تبارك الله انتم الحولي راه 70000 ريال 70000 ريال عامرات منو قال لك من عامرين من هذا الحولي هذا تبارك الله عطاو في الحولي 70000 ريال بحال 3500 درهم والنعاج شحال اخويا النعاج 31 النعاج الخوت 31000 بحال بحال 1550 درهم تبارك الله جرت في السن اخويا سداسيه ثنيه رباعيه شجات ولا ثنيه وجموع تبارك الله تبارك الله الخوت شي حاجه راه مليحه انتم الخوت وراه السيد راه كسبتو كسبتو تحيه السي عبد العالي هذا راه يلاه بان معايا في هذه اللقطه هذه هذا كيجي للسوق جديد ديال القلعه تبارك الله ماشي حرايف في الخوت تبارك الله الله يدير خير هذا راه الوالد ديالو ولا خوه هذا الشيء اللي كاين هو هذا تبارك الله ادخل لي النمير ديالك اللي بغى يتصل بك
هذا الشيء اللي كانوا هذا اللي بغى نحاول يبيعوا لي هذا الشيء اللي كانوا هذا الخوت راه حاولوا وافي وراه جيد تبارك الله بلاتي على شويه تبارك الله راه الحاولين تبارك الله ها انتم على العرض وقدر وكل شيء الخوت ها انتم الخوت شي حاجه راه وافيه وتبارك الله عريضه حاولوا راه وافي وجيد كنجيبكم مع هاد الناس راه مسكين تو انا دايز وقال لي ضروري تصورني قلت لي مرحبا الله يحفظك خو عبد العالي قول لي النمير خو عبد العالي الله يحفظك 06 62 62 62 62 63 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
حافظك.